كنعرفوا أن ارتفاع الضغط كيمثل أهم عوامل الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وأنه كيف ما كيقيس الناس الكبار في السن كيقيس حتى الشباب. الحصيلة على المدى المتوسط والبعيد هي إصابة مجموعة من أعضاء جسمنا اللي من عادتها كتأدي وظائف أساسية للحياة، مثلا إصابة الدماغ مع خطر وقوع جلطة دماغية، إصابة القلب مع خطر حدود ذبحة صدرية أو قصور في عضلة القلب، إصابة الشبكة ديال العين اللي يمكن توصل حتى لفقدان البصر، الإصابة بقصور كلوي اللي يمكن يوصل حتى للدياليز الله يحفظ. هذا المرض المزمن اللي هو ارتفاع الضغط كيمكن يعطي أعراض بحال حريق الراس، الدوخة، صفار في الودنين، ضبابة في العينين وغيرهم، ولكن غالبا هذا القاتل الصامت ما كيكون مرافق لحتى شي أعراض. يمكن لنا نتجنبوا هذا الشيء كامل إلا قلبنا رأسنا على الأقل مرة في العام. العلاج متوفر وفعال.